السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أنا جبت لكم فكرة حلوة قوي، وهي إزاي نزيل الحنة لو لزقت في إيدينا وإحنا بنحطها، نعمل إيه عشان نشيلها. أول حاجة هنجيب الحنة ونحاول إن إحنا نحط منها شوية كده على إيدينا، ونسيبها بتاع 5 دقايق. عشان تبقع يعني مثلا، وهنا كمان هسيبها شوية وارجع له لحد ما تنشف في ايدي بس. وكده خلاص هي نشفت في ايديا، هجيب بقى السيجنال واحط منه على الحتت اللي هي فيها الحنة، وهعملها معاكم بأي فرشة تكون عندك قديمة يعني مستعملاها ومش عايزاها، تقعدي تدعكي فيها كده مكان الحنة حبة يعني كده كويسين. ولو عندك نص ليمونة ممكن تعصري عليها نص ليمونة، والسيجنال لوحده بيطلعها عادي يعني لو عايزة أسرع. طبعا موضوع الحنة ده كان بيقرق البنات كلها اللي بتحط الحنة، مثلا لو عملوها وحاجة لخبطت كده ولا كده بتبقى رخمة قوي. المهم تدعكيها حلو كده شوية، ويا ريت تكون الفرشة بس مبلولة شوية بشوية مية عشان تساعد في انها تطلع اسرع. شايفين بتطلع ازاي اهي؟ الحتة اللي في الايد من ظهر الايد طلعت، ودي ابتدت. واكيد زي ما طلع السيجنال الحنة من الايدين، لو في عندك مثلا فانيلا بيضة، اي مثلا حاجة خروجي عليها بيضة بتطلعها برضو بالسيجنال، هتنقعها فيها شوية وتدعكها وهتطلع. يا رب الفكرة بس تعجبكم. اهي ابتدت تطلع اهي الحتة من صباعي. يعني الفكرة دي بصراحة ريحتني كتير، عشان كنت كل ما اجي احطها غصب عني ساعات بتيجي في حتة تانية في ايدي، كانت بتضايقني جدا. وموضوع السيجنال ده ريحني، فحبيت اقول لكم برضو عشان لو في حد الموضوع ده بيضايقه من البنات يعملوه. ان شاء الله الفكرة هتعجبكم. بعد كده طبعا بتغسلي ايدك بالمية والصابون، بتلاقيها طلعت خالص. اهي كده بعد ما غسلت ايديا خالص طلعت تماما. سبحان الله، يعني فكرة حلوة قوي، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسينيش من الاشتراك واللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.